تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، افتتح معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء أمس جامع محمد بن يوسف الحسن بالبسيتين بحضور معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من المسؤولين والعلماء والوجهاء وجمع غفير من المواطنين. وثمن معاليه دور المحسنين في إعمار بيوت الله ورعايتها ودعمها، مؤكدا اعتزاز مملكة البحرين بهذه الإسهامات الكريمة لخدمة دينهم وبلادهم ومجتمعهم والتي تنم عن روح خيرة وسخية، مشيدا معاليه في هذا الصدد بمبادرة الوجيه محمد بن يوسف الحسن بتبني بناء هذا الجامع المبارك الذي يعد مركزا إسلاميا واجتماعيا متكاملا. ولفت معاليه إلى أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبتوجيهات سامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يحرص على تشجيع المحسنين في مشروعات الخير والبر والإحسان وأهمها إعمار الجوامع والمساجد. وكان حفل الافتتاح قد بدأ بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم أعقبتها كلمة ألقاها سعادة السيد خالد بن عبد الله الشوملي الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أكد فيها أهمية بناء المساجد والمحافظة عليها وأن حبس الأوقاف عليها من أعظم أعمال البر التي يترتب عليها الأجر العظيم. كما ألقى الوجيه محمد بن يوسف الحسن كلمة أعرب فيها عن سعادته البالغة بافتتاح هذا الجامع المبارك، مثمنا دعم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد في إعمار بيوت الله. يسعدنا في هذا المساء المشاركة في افتتاح جامع الحسن، هذا الصرح الإسلامي الكبير في هذا المكان في المدينة المحرق، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الافتتاح باقترانه بشهر رمضان المبارك. إن هذا الصرح الإسلامي الكبير يعبر عما يقدمه المتبرعين لخدمة دينهم ودنياهم، وقد سعدنا في هذا اليوم المبارك بهذه المشاركة، وإن شاء الله نشارك افتتاح المساجد أخرى في هذا العهد المبارك، عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه. وأقدم تهنئتي الخالصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.